شارع دبي اللي قالوا ان فيه الاف من القتلى. هذه سرت هادئة، سرت صامدة، سرت ما زالت على العهد، ما زالت عربية أصيلة. راهي القنوات الإعلامية اللي زي الجزيرة، اللي زي الجزيرة والعربية وغيرها، راهو هذوما هم أعدائنا، هذوما هم اللي شنوا في الحروب علينا. الآن أنا نوجه نداء إلى أحرار العالم في كل الدول، إلى العرب، إلى المسلمين. راهو الآن ما يقوم به الناتو اللي وزع في مناشير ويقول أنا جاي من حماية، من أجل حماية الأديان، ويقول جاي أنا من أجل حماية المدنيين، يرهب بطيرانه ويقصف يوميا في مواقع لإخافة المدنيين. هذا أتار حماية المدنيين، هذه سيارة مدنية. الآن يوميا الطيران حلف الناتو صباحا ومساء يرهب في النساء والرجال والأطفال، يبوهم يستسلموا، يبوهم ينقهروا. لكن سرت صامدة بإذن الله سبحانه وتعالى. حماية الأديان يوم العيد شهر رمضان، يا مسلمين إخوانكم الليبيين يقصف فيهم الناتو في صلاة العيد وقبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد. سرت أكثر من 40-50 ألف شاب مسلح ينتظروا في أي شبان أو عدو. هذه الأعلام الخضراء موجودة في كل السيارات. سرت لن تتنازل، سرت لن تتفاوض، بنوليد لن تتفاوض، سبها لن تتفاوض، الجنوب لن يتفاوض. هذه معركتنا، نحن منتصرين. العدد والعتاد والإرادة والعزيمة والقوة لن يستطيع أي إنسان. إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم. اليوم شنو اليوم؟ اليوم نربح، اليوم اثنين السابق. وين احنا؟ في أي مكان توا؟ صرت شارع شارع دبي، ما يسميهاش دبي، هو دبي. ما عادش بنسموه دبي، الله أكبر، شارع سيف العرب. شو معنويات الناس في سرت؟ 100% مرتفعة، صابدة، صرت لعند آخر الناس. الله ومعمر وليبيا وما تدورش إن شاء الله بالتوفيق. وفي شيء مشكلة والإذاعات هذه اللي تهدر كل يوم وتقول فيه وما فيه، احنا نحلموا، احنا في سرت ولا خارج ولا بالك يصير الثانية ما نقولش. هذه آراء الناس. وين احنا؟ احنا قاعدين في سرت هنا. شن في سرت؟ والله ما في حاجة، الأمور هانية وهانية الحمد لله. في شارع الشهيد سيف العرب. بارك الله. والأمور للبلاد 100% في شارع حاجة مصريين يا رب العالمين. ربي يصون إن شاء الله، إن شاء الله ربي يصون، إن شاء الله ربي يصون. السلام عليكم ورحمة الله. وين احنا موجودين؟ في سرت في شارع دبي. الله أكبر، الله ومحمد وليبيا وبس. قالوا خشوا عليكم عصابات مسلحة، وسرت الآن تفاوض. والله ما يخشونا، دبانة ما تخش. يعني سرت مطمئنة 100%. ونقدم تهنية لأخوتي في بن وليد، شعبية بن وليد. بن وليد سقع عليها أبو كفلة هذه مع القائد. هنا في شارع دبي والله ومحمد وليبيا وبس. بنوجه من خلال هذا المنبر نداء. نداء لأحرار العالم الحقيقيين اللي ممكن يقدروا يفهموا القضية، الرؤساء أو المثقفين في أمريكا اللاتينية، في فنزويلا، في البرازيل، في الصين. نوجه نداء للمدنيين في فرنسا، في بريطانيا، يعرفوا أن حكام ومدولهم الآن يوميا طائرات الناتو ترعب في النساء والعجائز والأطفال صباح ومساء، يبوا يدخلوا الرعب. أين الضمير العالمي؟ أين الإنسانية؟ سرت لن تستسلم، بن وليد لن تستسلم، كل المناطق لن تستسلم. طرابلس اللي تحكوا عليها إنهم هم دخلوها، طرابلس لا ماء ولا بنزينة ولا كهرباء، عصابات، سرقة ونهب، الأخبار تصلنا أول بأول. لذلك أراه هذه حرب أهلية، والمنتصر فيها هو صاحب القضية، هو الشجاع، هو المؤمن بالله. نحن بإذن الله فرحين، إما الشهادة وإما النصر، لن نتخاذل، لن نتراجع. احنا قاعدين نقول لبابا معمر، نقول لبابا معمر، نقول لبابا معمر أنت قاعد منصور بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر. وأنت شو بتقول أنت؟ قول خروجة. الله معمر اللي بس. الله معمر اللي بس. وأنت شو بتقولي؟ الله معمر اللي بس. وأنت شو بتقولي؟ الله معمر اللي بس. تاني هيا. تقول الله معمر اللي بس. أنا نبي العالم، شوفوا الأطفال، نبي العالم ينظر ما دم هؤلاء الأطفال.
إن كان هناك ضمير عالمي، إن كان هناك إنسانية، إن كان هناك إسلام. الناتو يوميا من الصباح للمساء أقسم بالله من الليل بأكمله وهو يلوح في قنابل صوتية يرعب في النساء والأطفال. لذلك ما ذنب هؤلاء؟ مش عندكم أطفال؟ شن ذنبهم؟ هؤلاء لن يستسلموا، لن يرضوا بالذل، لن يرضوا أن يحكمهم العملاء. لذلك على الآن العالم الحر، لأن ما يحدث في ليبيا سيحدث لكم، سيحاسبكم الله، سيعاقبكم الله. شن ذنب الأطفال اللي الطيران يوميا صباحا ظهرا عصرا مغرب مساء بالليل بالكامل وهو يوج محتل السماء ويقصف ويرعد ويرعب في الأطفال والنساء؟ هذو كفار. من يعين الكفار فهو كافر، لعنة الله عليه. شو بتقولي يا بني انت؟ الله ومعمر وليبيا بس. ربي يحفظنا جميعا ان شاء الله.